انهضي، عليك يا امان الله. من ايش هربانة؟ ومن وين عرفت؟ قلب المؤمن دليله. ايش اسمك؟ رابع. رابع، وقصدها مدينة البصرة لأهلك وناسي. أهلي وناسي، أنا مالي حدا يا شيخ. فتحت عيني لقيت نفسي عايشة مع واحدة بتمد كفها لأجل ما تكفيني ذل السؤال. كان الحنظل في بقي طعم العسل، ياما رقدت على التراب وأنا فاكراه ذهب، لأجل عمري ما شفت الذهب الحقيقي. لحين ما رجعت الست عالية من البصرة. دينار يا ربعة، دينار في كفي تشعل أبدان وتدفي. نورت ديارنا يا علي. عالية، عالية اللي اتولدت في الدرب وعاشت فيه سنين طويلة، ولما اتضايقت هربت على البصرة، وهناك عاشقها أمير عيشها في نعيم ما تحلم بيه بنت من بنات الدرب. زينب. نعم. قولي لي، كل من راح البصرة بيصير لهذا الحال؟ من كان له هذا الوجه وهذا القوام بيصير حاله كيف حاله؟ أنا جميلة مثل عالية؟ وحق هذه النعمة أنت أحلى منها. أنا؟ اسألي مهيتك وهي تدلك. باقي دينارين يبقى مهر رابعة تم، وشملي عليها اتلم يا دم. باقي دينارين وتبقى مرتي. والله لو فنيت الرجال وما بقى غير البغال، لا فر منك واقول للبغل يا غزال. طمع يا خالك. ليش تتكبري يلي ما طمر فيك ربيكي؟ من الطريق لميتك وطعمتك وكسيتك لاجلي يوم ما لمك على ابن اختي معاذ. والله لو جاب لي نوق الشام ما اغيبوا نفسي حتى ولا في المنام. ها؟ كل يوم أهيم على وجهي في البرية، وصورة عالية ما تروح من بالي، ولا الرحيل للبصرة يفارق خيالي. قدام الحصان ساعتها يفلت الزمام من ايده ويضحك، ولما يقع تبقى وقعنا على الكنز الكبير. صبية كنت مت، لكن ايش جابك هنا؟ انا ساكنة في النواحي هذه.
ومين يقدر الجمال ده في هذا الخراب؟ لو كنت في البصرة ما كان حالك بقى ده الحال، كنت سكنت القصور وملكت قلوب الرجال. انت من البصرة؟ تاجر هناك. حاج من البصرة؟ نعم. ولا الجسر مليان بالعبيد يحضروا لك كل ما تريد؟ اها. في الغدا تاكل خروف كبير وتتعشى بلحوم الطير وتحلي بتفاح وفطير. تعالي البصرة وانت تشوفي بعينيكي، هستناكي. لحين ما نتقابل في البصرة يا أجمل من رأت عيني. لحين ما نتقابل في البصرة، لحين ما نتقابل في البصرة. البصرة، البصرة. Thank you.
مطرح ما يروح ينوح. ليه يا ترى؟ بيقول الدموع تغسل الذنوب وتطهر القلوب. كيف ما تعرفيه وانت من اهالي البصرة؟ انا غريبة. غريبة؟ يا عيني. مالكيش قرايب في البصرة؟ خدي كلي، خدي خدي. هو تعرف السيد عصام الدين شهبندر التجار؟ اعرف. لقيتك ومالك مهرب مني. تحسر على دلال. انا كان مناي تغني في داري.
لكنه دفع فيها أكثر. هو كسب مرة وأنا أكسب الثانية. حق يا ثابت اللي بيقولوا عنه. دلال. دلال. جمال وصوت. سبحان من وهب. كذب والله كذب. سمعتها يا صاحبي. أسيب البلبل واسمع الغراب. أسيب بنتي. واسمع دلال. بنته. قصدي جريتي. عمال تحكي وتتحاكي على بنتك. ولا شفنا لك لا بنت ولا ولد. معدنا ان شاء الله يوم الخميس في بيت السيد خليل العتيق. حق يا ابوي عصام الدين جاي الليله؟ جاي ومعاه سادات البصره واشرافهم ومعهم السعد والخير. وبعون الله ما يفوت الليل يتم مرادك والسعد يكون خدامي. تعيش يا ابوي. وهذا صاحب الدار السيد خليل آل عتيق. مفاجأة الليلة يا سادة يا كرام يا أكابر البصرة والشام ربة الحسن والجمال مديرة عقول الرجال الفاتنة دلال. من الحب قالت ثابت ويزيد. إذا قلت ما بي يا بسينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد. قليلة الأدب هذه من تكون؟ هذه بنتي يا سيد خليل. ما عرفت انك صرت اب. قصدي زي بنتي. ارجوك تسامحها يا سيد خليل، هذه صبية جاهلة. الجاهل يتعلم. هاتها قدامي يا رابعة. رابعة؟ امال وين الاولى والثانية والثالثة؟ اكشف عن وجهها يا صابر، ولا خايف ننخض لما نشوفها؟ اللي يخاف على عينيه من نور الشمس يقفلها. أشرقي يا رابع. مبارك خلاك شمس رابع حمزة عوصر سبحان سبحان يا حجر الألباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الخلاق فيما خلق. تبارك الخلاق فيما خلق. صابر مولاي قريتك هذه قصدي بنتك تغني وترقص يا مولاي. هيا هيا امرك تبارك. رابعه غني يا رابعه وارفعي راس ابوك للسحاب. لكن وين عصام الدين؟ زمانه جاي في الطريق. غني يا رابعه غني. سألت عن الحب اهل الهوى شقات الدموع I'm
داري نورت يا سيد عصام. وجودك يا سيد خليل، تفضل على يميني. سمعتها قبل اليوم ولا ريتها. هيا يا بنتي وعصام. كل شيء ينحل يا رابعة. هذا الوجه الجميل رأيته قبل اليوم. تقصد رابعة؟ بالتأكيد. لكن متى؟ وين؟ أدفعك 200 دينار. 300 دينار. 500 دينار. والله ما تبلت مني أكل. هندفع 600 دينار. الصمت يا سادة أرجوكم، الصمت. إحنا ما في سوق العبيد، إحنا في دار سيد ابن أسياد، وإذا أراد السيد خليل أن يتم البيع في داره ما عندي مانع. كيف صابر يبيع قريته، أقصد بنته، أشتريها وأدفع فيها 1000 دينار. 2000 دينار. 2500. 3000 دينار. 3500. هي يا سود، هي بعينا والله، هي اللي نجدتي من الرصوص. 6000 دينار. ها؟ 6000 دينار؟ 6000 دينار؟ حتي بس 7000 دينار؟ 7000 دينار. أنا عليك يا سيد خليل. 10000 دينار. لا تغضب يا سيد خليل، ربع عندي تسوى أكثر من 10000 دينار. تسوى 12000. 15000. هروب 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 هروب. يكفى يا سيد عصام، لا تنسى القافلة خارجة بعد أيام ويلزمها المال. يكفى. والله ما أكتفي إلا برابعة. العقل يا سيد خليل، لا تخلي الغضب يكسرك. والله ما حينكسر إلا عصام الدين. خليل آل عتيق لا يغلبه غلاب. أدفع 18000 دينار. 20000 دينار. الحقين يا أم. الايام دول يا سيد عصام، غلبتك مرة غلبتني التانية، مين عارف ايش يجرى بعد اليوم. حلال عليك ربعة.
الجنة؟ الجنة هادي تبقى دارك. داري؟ داري كيف؟ قصدي دار سيدك ومولاك اللي دفع فيكي ثمن ما تحلم بيه بنت كسرى. لكن ماني قارية، أنا حرة، ما يملكني غير الله. أنا عدوية من بني عدي الأحرار. بني عدي الأحرار. وبيش فادوكي بني عدي الأحرار؟ تركوكي في الطريق لا توب سات ببرك ولا لقمة تشبع جوعك. حقك تبوسي يدي اللي غرقتك في النعيم. حرام عليك يا أبو، ليش تكسى علي بعض العطف والحنان بعد ما خلتني أعطي الأمان للزمان؟ خرجني من هنا يا أبو. من اليوم اسمي صابر التاجر الجواري، وانت قارية من كثيرك اللي دفع فيك المال. وين وانا اكلم واقول له انا مين وبنت مين؟ وين صاحب القصر هذا الظالم اللي تقولي عليه مولاي؟ قدام عيونك يا روعة. مولاي عصام الدين، ايش بيك يا روعة؟ متضايقة من ايش يا اجمل من رأت عيني؟ كان املي اوهبك روحي ولا يبيعني لك بياع. من يوم ما رأيتك وأنا عايشة أتمنى الساعة اللي تجمعنا فيها دار واحدة ونصبح أليف وأليف. لكن ما هو سيد وقريته مال راجل وحليلته. كون راضي عن عبدك صابر يا مولاي. بإذنك يا مولاي، بإذنك بإذنك يا مولاي. لا تظني إني ملكتك بالمال، أنا مدين لك بحياتي، أنا ملك يمينك. إذا كنت تريدي تكوني حليلة اتمني علي. مولاي ست عالية. تعالي يا عالية، هذه رابعة، قدم الخير علينا بإذن الله. والله ما يعلم الغيب إلا الله يا سيد عصام. يا هند اذهبي بمولاتك رابعة. ايش بيك يا عالية؟ ما عجبتك رابعة؟ والله يا سيدي قلبي منها مقبوض، ما أدري كيف هان عليك تدفع فيها 20,000 دينار وهي ما تساوي تكون خدامة قرار. هذا كلام الغيرة والحسد. لا والله يا مولاي، أنا جارية من جواريك وما لي حقوق عليك، لكن العشرة تخليني ما أطيق عليك النسيب. كيف تدفع كل هذا المال والقفل أولى بيه؟ أنا أدرى عالية، رابعة يسعدني وجودها معي، لا تحاولي تعكري صبي معها.